ابو حميد عبد الحميد الهركال، مرحبا بك من جديد. يا مرحبا بك خويا، مرحبا بك خويا. باش نبداو احنا نذكر كذلك بالنسبه 80 81 اخونا طاهر علجان، هو نحيوه بالمناسبه. عبد الحميد هو من الذاكره الرياضيه، معناه يدون كل التواريخ. يقول لنا بوكر لاعب جده سعودي الماني الجنسيه. شكرا لك طاهر يا غالي. ايه اكيد يعطيه الصحة سي طاهر، يعطيه الصحة. حتى نشوف بعد التحية اللي بعثها لك ايش يقول. قبل ما نمشيو للتحية نذكروا كأس تونس 80 81 البقلاوة وليطوال، لا يعطينا النتيجة ترى. لا قلت 3-1 النتيجة. 3-1 الأهداف. أيوة سجلنا نحن الهدف الأول عن طريق بالحولة، من بعد ثم السلطاني وبكاو ونعرفش بالضبط وحشي حكي له الزين السلطاني أربعة، الزين السلطاني 34 24 و30 وبكاو 77. اي الاربيتر تتذكروش؟ لا ما نذكروش. علي دريدي الحكم السابق، علي دريدي. علي دريدي، علي دريدي ومعاه الله يرحمه. علي دريدي سي علي توفى الله يرحمه. اي الله يرحمه. كذلك الحبيب العكروت وعلي بن ناصر، نوجه له تحيه كبيره برشا. زيد علي هذايا ثلاثي زفر الماتش هذاك. نصف النهائي لعبته ضد شكون ابو حميد؟ نص النهائي ضد الترجي، ربحنا واحد بشيء. جواب صحيح. الربع النهائي ضد شكون؟ لا ما عادش نذكر. 2-1 البقلاوه مع الكيف، الثمن النهائي البقلاوه مع اكثر واحد بلاش. ايه هات نتذكروا الفينال شكون يلعبوا تشكيله استاد وقتها، جارديان شكون؟ حسين عبد الجواد. ايه فتحي الجامي. اها يظل لي الحمروني. حمرون. اها صابر، صابر الغول. اها ما نعرفش جندوبي يمكن يلعب معانا ولا مصطفى النابلي وقتها لعب. مصطفى النابلي صحيح، سامحني مش جندوبي. اها عندك دنيا سما حمادي البي، حمادي البي صحيح. خميس الشريف. خميس الشريف دخل. لا خميس الشريف، لا خميس الشريف دخل في بلاصه محمود القدري، ما يسالش نحسبوه صحيح. محمود القدري، فريد بالحوله، رشيد التونسي، كاسيدي ولا سبوي، وانا كاسيدي دخل في بلاصه رشيد التونسي. فوالا الترينير شكون على البنك وقتها نتاع استاد؟ عامر لا كان عندنا، كان معنا عامر حيزم. صارت مشاكل وقتها، كان يراني في ليكيب ناسيونال واحد، صارت مشاكل. الله يرحمه نور الدين ديوا، كان صدقني ربي نور الدين ديوا. بالضبط نور الدين ديوا، المرحوم نور الدين ديوا النجم السابق كذلك للبقلاوه. شكون الجارديان تاع ليتواي كان تتذكر؟ واي خلينا نصعبوا شويه. يظهر لي نسيت اسمه، ما نقرب لك. منير، منير، منير حرزله. حرزله، حرزله. وال اللي على جهتك انت في الجهه اليمين شكون ديفونسور تتذكرش؟ ثم 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 الوحشي. اه؟ على اليمين. وثم كان بون ساعات تهرب انت من اليمين ونلقاوك في الوسط يا اخوي، دوخنا راك ساعات. شكون اللي عبد الرزاق الشابي؟ صحيح صحيح موجود. ثم نسيت لي ريرغوش شكون. عبد الرحمن النفاتي وحبيب الشريف. النفاتي وحبيب الشريف، يعطيك الصحة. قرنا يلعب زادة، قرنا موجود. اي بكا السلطاني زي ما ذكرها. اي كمال الجابسي والزين السلطاني. أي. ورضا بالخيرية. الانترنير شكون؟ بالخيرية. الانترنير شكون وقتها؟ أحباشا، أحباشا محسن أحباشا أكيد، صخرة الدفاع عن منتخبنا الوطني كابتن السابق. تصفيات كان أبو حميد 82 تونس السنغال. شوف هذوما الكل والله العظيم نسيتهم. اه ولينا باش نتذكروهم. تونس السنغال واحد بلاش، وبعد السنغال 0-0 غادي عملنا. اي ايوا هذا بالنسبه أيوة. هذه في غانا، هذايا في غانا بالضبط، كان 82. هذا بالنسبه للاجواء ابو حميد العام هذاك، انت بدلت الاصل نتاعك، كنت جناح ايمن وثم ظهر واحد اخر زاد نسخه مطابقه لاصل ابو حميد، شكون تذكره؟ خليت له بلاصته ودخلت في الوسط. ثم ثم مش مصطفى ساسي معانا ولا جمالي في الاستاد، في الاستاد تونيزيان وقت. اه قلت لك ثم الامام عاد قبل نجيب الامام، عامتها الامام مو باش يطلع في السعوديه وقتها. استاد تونيزيان الامام نجيب، نجيب اي نجيب وقتها مازال، مازال رجع من السعوديه. اما ثم ملاعب يتذكروا برشا، خليته بلاصتك انت نمره سبعه هشام نصيبي هكا ولا؟ صحيح 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 وقتها جو. ايوه
وقتها طلعوا جينيراسيون باهي ياسر، فيها الركباوي نسيبي، فيها عبد السلام باللاغه، فيها اسمه زبير بن عبد الله، فيها دراوي، هشام دراوي، دعلوش، دعلوش، خالد دعلوش. جينيراسيون طلع جينيراسيون باهي ياسر نفكرها. حتى ناخذوا التفاعل الساده المستمعين من مدينه صفصاف القناويه، نرحبوا بخونا العزيز منير ربيعه، يقول بن ربيعه يقول احسنت الاختيار سي ابراهيم، نجم كبير من جمعيه فريقه عريقه عبد الحميد الهرقال، لاعب متكامل صاحب اخلاق عاليه، هو من لاعبي الزمن الجميل اللي نفتخروا بهم. انيس الفازع لاعب السابق الفولي للباب الجديد، منور السهره يا نوسة، احباء البقلاوه من كل مكان تحياتنا لكم، منورين السهره مع نجمنا ابو حميد، شافعي استاد، فتحي عياد، زكريا بالحاج، عادل دريدي، يونس السيد، ابراهيم الحشيشي، خويا عبد الحميد. اسمع التعليق هذا من عند صديقنا علي بن احمد، يقول لي سي ابراهيم رد بالك راهو يسجل من وسط الميدان. لا كنا نسجل، اما في الـ في الـ في الانترفيو واحد اللي ثم خويا. لا وانا راهو باخذ احتياطاتي يا ابو حميد، يا خويا عندنا نلعب بزوز حراس توا، ابو عيش على خط المرمى، قلت له اسمع رد بالك ما تحركش بالخط مليني، وايمن حاطه في نقطة البينالتي. تحية ان شاء الله خويا، اليوم خويا عائلية مش اكيد اكيد الذكريات الحلوة. نبيل بوعزيزي اخونا الغالي، مساء النور والخيرات، منور السهرة بوجودك يا غالي من عاصمة الأغالبة، تحية توصلك من صديقنا المدافع، تذكروا برشا للشبيبة القيروانية فتحي الرماني، يسلم عليك برشا خويا عبد الحميد. إيه خويا فتحي كان مدافع صلب، كان سوبر ما شاء الله عليه فتحي الرماني، هذه المناسبة زاد تحية، وتعرف القروان كانت مخسارة معناها كيفاش توا، هذه قروان خويا كانت تعجب الملاعبية، كانت ما شاء الله عندها ديما جينيراسيون، نفكر برقو والدندان والنابلي والشريتي ما شاء الله، كانوا معناها وش طيش، كانوا ملاعبيه كبار خويا فهمتني. والله العظيم يبلغ لك السلام، ويقول عبد الحميد انسان خلوق متربي، فكرني باخلاق العقربي الله يرحمه. هذه بصراحه الفيه عندنا خويا ابو حميد، اسف فقره الاس ام اس هذيا، فقره معناها كل مره للضيف نتاعنا نقاولوا لوجوا له هكا نقاولوا ميساج، ترى حاول اسمع معنا الميساج اللي جاتك من عنده شكون وشنو المحتوى نتاعها. خويا عبد الحميد مرحبا بك، انا فرحان اللي انت شاركت في البرنامج هذايا، وبارك الله في سي ابراهيم اللي مكنني باش نخلي لك ميساج. انت تعرف لي احنا اخوه من وقت كبير برشا، وانا فريمون فرحان برشا بالكارير نتاعك وبالكارير نتاعك في الكوره وفي استقامتك في الدنيا، ربي يبارك لك خويا عبد الحميد، ميرسي. اي ابو حميد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، هذايا الصوت نعرفه بالكدا اخويا ان شاء الله، هذايا خميس الدريدي بالضبط، والجواب صحيح، حق مجهول وتحيه كبيره برشا. هذاك اذا نقول لك هذاك خميس الدريدي، شو نقول لك هذاك اخويا، وذاك معناها قدم برشا للكره التونسيه، وعنده فضل كبير على عده لاعبين، سواء في كي خذاو الدبلومات نتاعهم، والا مش يعاون وقت اللي الناس تتحق في ظروف خايبه، عاون برشا لاعبيه معناها مرضى، وجاب لهم دويات وهزهم يداويو في موناكو. قد ما نحكي لك على خميس شويه، خاطر من اعز الناس ومن احسن الناس اللي عرفتهم، هذاك اخ، وذاك معناها لقاته الاغلبيه التونسه ديما وقت الحاجه، وهو كان ديما موجود وكان ديما معناها لي بريزون. أو خويا أبو حميد باش نشاطرك الرأي أنا، وباش يكونوا السادة المستمعين مقتنعين، هاو تحية باش نوجهوها من خلالك أنت لخونا خميس الدريدي، مشكور أيضا، خلينا نقولوا هو سفير، هو أمير كل الرياضيين في فرنسا. نسمعوا مع بعضنا هذه التحية، وإن شاء الله يكون معنا خميس يسمع فينا في الاستماع، نسمع هذه التحية. يا بني
هذه تحية لنا نقول يا أعز وأطيب قلب كما قلت أخويا أبو حميد، نوجهها تحية لصديقنا حميد. أعز الناس ويا طيب، وش أقول لك قد ما نشكروه ونعطيوه دي كومبليمون وشوية. يستاهل كل خير. فضل 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 كبير على الملاعبية وعلى الكرة التونسية وعلى المسؤولين والله العظيم والله. أكيد إن شاء الله ربي يكثر من أمثاله أخويا أبو حميد. 81-82 81-82 البطولة الأستاد في المركز الرابع والمدرب أندري ناجي هكا ولا؟ أندري ناجي عمل معنا 3 سنوات 81-82-83-84 كان صدق يا ربي. والكلاسمون هذا يا أخويا من أعز مدربين بعد مش نجيبها كان تحب الفقرة. هذا من أعز مدرب في تونس واللي ترينيت عنده وعلمنا مش كورة، علمنا كورة، علمنا معاملات، علمنا العيشة، علمنا كل شيء. هذا هذيك هي لومبرانت يخليها المدرب بعد. وفي كأس والله واحد يخلي لك لومبرانت، واحد يخلي لك اخي بسوفينير والله. اكيد هذه اللي لازم يخمم فيها الواحد بعد. العوده قويه في البطوله زلت كاتريام ومعاكم وقتها نجيب الامام هكا ولا؟ جات طالع في الدوزاج. نجيب الامام وقتها رجع من السعوديه ونجيب عاوننا برشا فهمتني، عاوننا برشا بالخبره نتاعو ومعناها عمل برشا ماتشات معنا باهين، عاوننا وجبدنا انتصار. معناها كيما قلت لك عنده خبره، تعرف اللاعب مع ريفيلينو نجيب لي ماتش السعوديه في الوقت اللي بعد الارجنتين اللي اللاعبين الكل هاجرت لبرا. بالضبط. ابو حميد العام هذاك مباراه وديه الامارات الامال مع تونس، تذكرتهاش المباراه هذه؟ لا ما ذكرتهاش. لعبتوا ماتش ودي، تونس ربحت 2-1 وزوز بونت وطارق ضربة جزاء، والثاني هو ضيف النجمة السهرة نتاعنا أبو حميد. هاكا سجل عندك. هذه ضد شكون هذه؟ والله نسيت. ضد الإمارات أمال، منتخب الأمال الإمارات. والله نسيت والله نسيت. شوف قبل لعبنا برشا مقابلات بخصوصك مع الله يرحمه حميد الذيب، لعبنا برشا برشا مقابلات كنا نلعبوا. تو نتذكروهم. ثم ماتش ثاني زاد لعبتوه مع الإمارات سينيور، تونس ربحت 4-1 الرباعي بن مسعود بن يحيى الحسومي والهرقال. اي شفت. تونس الكاميرون نذكروا الاهداف، تونس الكاميرون تذكروش الماتش هذا 81. انا نفكر الحارس العملاق مش انطوان بيل اللي قبله، كانو هكا ولا لا؟ كانو مهاجم هو، اما عنده مش كانو. لا يا ربي نسيت اسمه انطوان بيل اللي قبله. 1-1 عملنا تونس 1-1، تذكرش بونتو تونس شكون ماركاه؟ ماركيتو انا بونتو تونس دقيقة 86 وضربة جزاء ابو حميد. صحيح ضربة جزاء الحارس نذكره مع عملاق نسيت اسمه. تو نفكروا ان شاء الله في برنامج وسط السهرة. 82-83 كاتريام ليتوا البطولة استاد المدرب أندري ناجي، نصف النهائي مع شكون تذكروش الطرح في الكوب؟ مع النادي الافريقي زعما؟ مع ليتوال؟ لا مع ليتوال، مع ليتوال. هذه مع ليتوال في سوسه بضربه الجزاء. صحيح 6-5. ايه 6-5. صحيح هذه بضربه الجزاء، ضربه الجزاء ضيعها الركباوي 6-5. صحيح. ديسمبر 82 ماتش ودي تونس وانغولا ربحنا 3-1، تذكرش شكون هلا البونتويات؟ لا ثلاثة 46 دقيقة عبد الحميد الهرقال ودوبلي اللي الفاهم إن شاء الله ربي يرحمه في دقيقة 60-69. شكون وقتها مركز ثاني؟ الفاهم، الفاهم تاع الاسبيرانس. رياض الفاهم الله يرحمه، والله رياض الفاهم صحيح. 60-69 هذايا بالنسبة للأهداف. تصفية الألعاب الأولمبية تونس والجابون. والله نسيت اخويا والله العظيم. 1-1 شكون ماركا بونتو تونس؟ اللي قلت لك شد ستيلو ماركا ونماركو. لا هذوما الكل خويا مش تبعثهم لي الحقيقه، مش تبعثهم لي هذوما خويا كيما عملت لي في الواتساب، تبعت لي الاهداف خاطر بجولية نسيتهم. تبعثوا الاهداف ومشكور ومشكور. خونا ابو حميد دقيقه 38 يعادل النتيجه امام المنتخب الجابوني. يا اخوي العزيز ولعبنا فقط اللي انا سجلت فشن هدف في كيما شفنا ان شاء الله تقريبا هكا، ولعبنا لهنا 3-3 الشابي وطارق والبياري. هذا بالنسبه ل 83-84 الموسم هذايا اش يذكرك؟ 83 84 اي
طم باكستان عاد زدت كملته كما وختامها مسك مع أندري ناجي ظهر لي. هذه اللي ضيعنا ضيعنا الشامبيونا هذه. بالضبط مع شكون؟ هذه ضيعنا الشامبيونا هزت بنزرت بالجولي فيراج وقتها قانون من بعد العام ذاك تبدل. ايوه صحيح. هذه ربحنا الكلوب 4-0 في الذهاب وبعد عملنا 1-1 في الإياب هو اللي خلانا ضيعنا الشامبيونا. ايضا فوالا سي ابي 62 استاد 62 ليتوال بعدكم 61 هي والكلوب 61 احسن خط دفاع 9 اهداف والهزائم خسرتوا كان 2 ماتشات. في الكوب ما مشيتوش حاجه كبيره برشا عملتوا دور الثمن النهائي 2 بلاش مع السي اس اس في صفاقس. نذكر الالعاب الاولمبيه بالمروك هذه في المنتخب الجزائر وتونس تذكر الماتش؟ هذه في المغرب هذه في المغرب عملنا مع الجزائر ربحناهم 3 كان صدقني ربي تما بن مسعود ماركا ماركيت انا ايوه ونسيت لو كسون الثالث انا نذكره ذا ربحناهم الركباوي رجعوا زوز نقاط رجعوهم هذه المدرب كان صدقني ربي البولوني والله نسيت اسمه ما بولوني نذكر المدرب يعني. المنتخب في تركيا لعبتوا ماتش تركيا وتونس في التصفيات زاد غادي 3 3-1 الركباوي كانت ماركه الهدف نتاع تونس. يقولوا لي عندنا تليفون ناخذوه نشوفوا معنا الاخ نقولوا الو على السلامه. الو على السلامه. عسلامة مرحبا بك وبيك عايشة أخي بريدي خويا حسن مرحبا بك نحوالك إبراهيم نبات عايشة مرحبا بك أخوي منور السهرة ومعك معك حميدة معك حميدة خويا عسلامة خويا مرحبا بك حسن بريدي معك أهلا خويا أنا بحب سهرة لاباس خويا لاباس عايشة جماعة الكل يسلموا عليك بس مجمع الكل عاد شرفتنا يا اخويا شرفت البقلاوه وشرفتنا على النخل يا اخويا اخي يا حميد شنو هكا اسمعني الجارديان تاع الكاميرون نكونوا يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة نكونوا والله راك شرفتنا لازم يعطوا الناس اللي العبد مش لازم يربح تيتروات باش يبدا عنده اسم انت ما ربحتش تيتروات مع استاد اما احنا مين توفى الكوره احنا تو بعدك انت ما عادش استاد ما يخلقش جوار كيفك لا في الاخلاق لا في الكوره انا بفضلك يا شيخ حسن انا بفضل خويا هذا اللي حبيت اقوله لك وكا هو استاد كامله برضه كامله سامعه بالواحد تو النجم يقول لك اللي برضه الكل سيرتو نزيع على الميسيون هذه وفيها من احسن الصحفيين السيد في ابراهيم احسن الصحفيين في تونس طلع علينا يا حميد برضه الناس الكل يحبوك عايشك عايشك ربي يفضلك يا حسن خويا والله عايشك 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 مرحبا بك اخونا غالي واحنا سي حسن من خلالك انت نحييو كل اللي يسمع فينا في البقلاوه الداخل ولا خارج الوطن نرى ابو حميد ماهوش ولد البقلاوه هو ولد تونس الكل شمالا وجنوبا يعطيك الصحه اخويا حسن يعيشك انت جزيل الناس اللي عطاهم الكوره في تونس هذا الانسان عطاهم الكوره كجوار وكديريجون وبسام يسلم عليك وقال لك نشكرك على الفيس تاع لي سيرفاتمون ليك باسكيت يمكن الناس تعرف يمكن يعرف الناس قاعد تعمل نسكات انت ما تحبش تتكلم من اللي صغير من اللي صغير عايشك يا حسن ما تحبش تتكلم شو احسن الحقيقه هذيك جمعيتي هذيك جمعيتي و سي سي ما دوزيام فامي واللي عشته معناها في ستاد تونيزيان والفضل الكل معناها للربي ستاد تونيزيان والهادي النيفر والمسؤولين كانوا مربين معانا وكانوا اخواتنا واحد ما يزوجش انتر جميل
وانا لولا استاذ نجام ما كنتش تعرفني الناس وتحبني الحمد الناس لله. من فضل الكره. شكرا لك خويا خميس. نرجعوا للتحايا. عايشك ليلتك زينه نكمل معنا المشوار ان شاء الله ليك ولكل العائله اللي يسمعوا فينا. خويا ابو حميد هاو يسمع فينا صديقنا خميس دريدي نحيوه مره اخرى. يقول تري توشي بار فو كومبليمون ميرسي انفينيمون بور فو اي بور لو فرير رحميد. اذا كان كذلك يقول غارديان دو كاميرون سي نكونوا يعطيك الصحه خويا خميس. بالضبط 84-85 ابو حميد البطوله نلقاو استاد سيزيام. ها تراجعت شويه. تعرف اللي والله انت سمعيه مش عندك ذاكره انت واخونا. انا برشا عندي ميموار خايبه هيك ما عاد برشا حاجات الذاكره ما تسالش. تغير نجي وجا في بلاصتو براتسلافا وقتها يوغوسلافيا وعوضوا بزداح وقتها المرحوم. اي صحيح ومعها اوسكار مونديز وقتها ربما هذا اسكار مونديز من بعد ما قعدش معنا برشا. فوالا نمشيو لي جو باناراب خويا ابو حميد. سومال وتونس تتذكر الطرح هذايا؟ لا تونس سومال وتونس 2-1 الجزيري والركباوي في المباراة هذه ماركا الجزيري لرير جوش تاع ليطوالة. بالضبط تروا صحيت. لعبنا ماتش تونس والمغرب عملنا 2-2 الماتش هذاك تتذكروا؟ لا والله لا ما نذكروش. 2-2 واللي سجل عندك بستيلو هدف للهرقال وهدف للركباوي. اي والله هذا نذكره هذا في المغرب عاد في المغرب هذا اول بونتو ماركيتو براسي خاطر انا ماركيت زوز بونتوات براسي كهو ضد المغرب هذا في المغرب فهمتني وضد المرسى ذوما اول مره ماركي براسي زوز بونتوات كهو. المباراه وديه في هولندا لعبنا تونس ربحنا وقتها 5-2 فريق هولندي 5 أهداف فيهم زوز بونتو عند سي عبد الحميد الهرقال زوز بونتو بامضاء الركباوي وبونتو بامضاء حكيم ابراهيم. هذه الذاكره هذه يا خويا قبل ما لعبنا تصفيات مع الجزائر عملنا ستاج في هولندا. بالضبط ناخذوا تصفيات مونديال 86 بعجاله البنين وتونس. بنين وتونس يظل 2-0 صحيح. بسام والقصري نحيوه كذلك هنا بسام وخونا محمد كانوا معنا في سهرات سابقة. تونس والبنين 4-0 زوز البسام وبونتو الركبي وبونتو القصري وتونس الجزائر تذكرها 4-1 و3-0 بونت الركبي ناخذ كذلك بعض التفاعل للساده المستمعين من تونس الصديق الوفي لكل سهرتنا الرياضيه صالح امين الهرمي يحييك ويقول المعلم ابو حميد نعم الاختيار نعم الضيف في احلى برنامج شكرا يا خويا صالح احلى صديق. خونا كذلك مصطفى القدي من مهديه اخبارك يا حلو. صديقنا مصطفى النيش من جربه مساء النور يقول احسنت ابراهيم الهرقال الفنان موهوب يستحق الضيافه فعلا. تحياتنا قائد الاخوه مجيد البكوش عبد السلام عمر سليم المعيتي صديقنا الاعلامي عبد باستريدان وكمال السويسي من مدنين تحيه توصلك من كابتن سابق مهاجم اولمبيك مدنين خويا سعيد الشيباني. اسمع شو يقول ضيف من الوزن الثقيل لاعب من طراز رفيع هدف انجلترا في البال. شكرا خويا سعيد ليلتك سعيده ليك ولكل مستمعينا في مدنين بني غزايل ومطامر كوتين حاسي عمر ود السدر عمره بغراره وسورا حتى لبني قداش. من جوهره الساحل سوسه تحيه ليجيك من صديق صديقنا توفيق بوقديدة يقول لاعب عبد الحميد الهرقال لاعب من الزمن الجميل لكرة القدم التونسية يمتاز بالفنيات العالية والأخلاق الحميدة وهو محل احترام من الجميع. مجدي أو محبي بالبقلاوة التوجاني يقول ساعة ونصف مع الفنان مرعب الإنجليز والحراس والمدافعين خويا عبد الحميد الهرقال. صديقنا بن حمود يقول يوجه لك يحييك ويقول لك علاش ما تشدش مدير فني للصغار في استاد أبو حميد بعجالة ترى؟ باي والله يبي بو عجلة الله يعطيه الصحة ومشكورين لكل هذوما اللي مشكورين هذوما الكل. لكن إذا أقول لك أنا شديت معناها عام 2000 كيف ستقرب 2006 شديت معناها في الصغار مع الصغار في معناها ديريكتور تكنيك وما نكتبش عليك معناها ديما نقول لك نحب واحد لكن الكوره
تبدلت ما نجمتش نسير خاطر الكرة تبدلت وليت برشا مصالح وعقلية أخرى ولذا شديت أقل من عام وجاتني الحقيقة الفرصة ذيك نتاع مسؤول في الجامعة كملت حصير كتاب سين معايا في الجامعة وعلقت كل شيء. هذه تحية تجيك من صديق عبد الرزاق زروق لاعبنا السابق المنتخب يقول صديقي الباهي دائما مبدع وتحسن الاختيار أحميد رائع رياضيا وأخلاقيا بلغ لك تحريات الحارة ويرسل لك باقة ورد كذلك وانا راجع من العاصمة. كيفاش بحميد؟ هذاك نحب ان نسلم عليه ونقول له الحقيقه بارك الله فيه كخويا ولكن هو معناها كان ملاعب كبير لكن ما كانش محظور معناها صارت له اصابه معناها هي اللي بعدته كان عنده مستقبل زاهر لكن كل شيء بالمكتوب وانا تحيه كبيره اخويا ذاك نحبو يسلم اكيد وانا راجع اخويا ابو حميد من العاصمه متعدي على جابش نسلم على كل الجوابسي اللي يسمعوا فينا ويسروا معنا مع نجمنا عبد الحميد الهرجي كابتن البقلاوه وين موجود صديقنا عادل بلطيف في اعلى جبال مطماط الغاليه وفين الهدوء والطميمه والطمانينه والسكينه يوجه لك تحيه ولكل الساده المستمعين ويقول سهره بخمسه نجوم مع فارس من فرسان الكره القدم التونسيه عبد الحميد الهرجي يقول معلم كعادتك يا برهوم في خطف كبار الرياضيين خمسة وخميس عليك وإحنا نقول له خمسة وخميس عليك أخونا عادل على تحيتك الكبيرة لنجم سهرتنا أخويا أبو حميد 85-86 استاد المرتبة الخامسة وعودة ناجي هكا ولا صحيح أي صحيح هذا يرجع ناجي ترجع النتائج هكا ولا شوف ناجي قد قمة في التدريب والمدربين والله العظيم أنا أنا توا تعديت على عدة ممرنين اللي خلالي راسخ في مخي أيوة. وكرويا وهو أندري ناجي بالضبط نمشي نقول لك سمي لك ثلاثة أندري ناجي بيتشنزيك وعمر حيزم الله الله اسمه سي يوسف الزواوي زاد كثر منه الناس حيو بهالمناسبة إن شاء الله يسمع فينا عندك ماتش ودي تونس وبلغاريا 3-3 فيهم زوز بونت ونجم السهرة نتاعنا سجل عندك دقيقة 17 ودقيقة 26 عبد الحميد الهرجيل وهدف من بلغاريا ضد مرماه والله نسيت خويا والله يعطيك الصحة رجولية والله يعطيك الصحة خويا والله 87-88 عودة قوية كذلك للبقلاوة في عهد البلغاري شكون؟ نيكوديموف أحسن هداف نقاو المركز الرابع جمال الإمام جو في المركز الرابع ب 11 بونت وراه عبد الحميد المركز الخامس بتسعة أهداف هذه الأجواء الملعب التونسي باش نمشيو إلى 88-89 استاد كاتريا مع المدرب زوج مدربين عبد الوهاب الأحمر هكا ولا؟ عبد الوهاب راح من وقتها قعد خذا رولي ما نعرفش على شكون يظهر لي على نيكوديموف كان صدقني ربي يظهر لي اي يظهر لي أي. احسن أي. احسن ذكرى عندك في الموسم هذا ايش يذكرك؟ والله نسيت والله احسن هداف ماركه 15 لا 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 عام 90 لا عام 90 عاد هذيك البطوله هداف البطوله عام 89-90 خديت ميور بيتور ميور جوار خديت سوليدور وقتها كان يعطي سوليدور أيوة. وانا معناها احسن هداف قول لي صدقني ربي 12 ولا 15 بونت 15 بونت وقتها 15 بونت اذا في العام 90 لعبتوا كاس تونس هكا ولا؟ عام 90 لعبنا كاس تونس أيوة. مع المرسى هكا ولا؟ ايوه قداش؟ 3-2 البونتو ويا تنجمش تفكر؟ يظل لي عيش ميساسي بركه بونتو وثم اسمه ثم اسمه بن احمد بركه بونتو الثاني بالضبط فتحة رابلسي دقيقة 21 تعديل هاش ميساسي 30 بونتو الثاني حاتم بالقاسم 53 بونتو الثالث وهب العشرة 83 و90 دقيقة طارق بن احمد الحكم فتحي بستة هكا ولا؟ اي صحيح صحيح ثم ماتش لعبتوه مع الترجي يا ابو حميد 2-2 العام هذاك عام 90 عام 90 عملنا التعادل هذاك زاد ضيعنا شوفينا بك التعادل ايوه خاطر كان ربحنا نحن رانا هزينا شوفينا وكان ربحت اكسبيرونس راه شوفينا نفكر هزت الكلوب وقتها ان بوا لكن التعادل اللي عملناه اللي عملنا 2-2 سجلت الهدف الثاني تاع التعادل واللي خلينا التعادل خلينا ما هزيناش البطوله ماركيت بونتو ما تحسبلكش وقتها
لا مش انا ماركيت بونتو، انا ضربتها بالراس ومحله ماركه ثالث وما حسبوناش بن خديجه. كان صدقني ربي بن خديجه معناها درامني نجاب هذيك ما ننساهاش. الحكم لحان البونتو، الحكم علي الجربي. علي الجربي يا عبد علي الجربي، مش علي الجربي حاسيلو نحن البونتو. انا توا نقول الله يهديه، الله يهديه هذيك هي هذيك تمشي الجو تسعيد 2 جوان تسعيد وتونس وانجلترا. ها والله نفكر هذاك تونس انجلترا ماتش اميكال قبل ما يمشيو هما الكوب دي موند في ايطاليا. عند مرض محجوب ورضاع كشف. وذاك نفكر يظل جوبيلين تاع طارق، حبينا نعملوا جوبيلين تاع طارق وقتها. من مقابلة ودية هذيك قعدت في التاريخ نفكر، والهدف بقى تاريخ. الهدف اللي سجلته انا الحقيقه قاعد في التاريخ. انا التونس الكل شو قد عنده من عام توا، التونس الكل ديما يتفكروه الحمد لله هذاك هي اللي يبقى في التاريخ. الحمد لله 90 91 90 91 وين عديت الموسم هذا يا ابو حميد؟ 90 91 ثم خرجت للنادي سور كان صدقني ربي العماني. ايوه فترة مش كبيرة برشا، ما قعدتش برشا يمكن قعدت 4 شهور. وجاتني مشاكل فهمتني، والكونترا نتاعي وقتها معناها جي اون في مو كونترا وقت نفكر انا وياه. فوالا تلقاو 91 92 لعبتوا في نهار كذلك؟ لعبنا مع الكلوب وخسرنا 2-1 ولا صبر البوهالي زوز بونتو بونتو ستاد. ايه بونتو ستاد ماشي عمر. عمر 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 الهمامي. عمر الهمامي المدرب وقتها. المدرب وقتها يا ربي يا ربي مد الغيربي. عمد الغيربي لا لا بزداح. عمد الغيربي ولا بزداح؟ لا عزيم بزاح مش حمد لبغير. لا احسن هداف في الموسم الهاشمي سياسي 14 بونتو معها كذلك عمر بن طاهر. عمر بن طاهر نتاع قرقنا هكا ولا قرقنا. ايه عمر بن طاهر كملوا 92 93 من استاد وين مشيت؟ الموسم هذاك مشيت للترجي وقتها. رجعت للاستاد وهذا هذا مش نسميه الحقيقه خاطر ما نسميه نسميه هو اللي عمل لي مشكله كبيره اللي رصدت لي انا معناها. مشيت من الملعب التونسي للترجي هذاك مشيت في البونتو انا خاطر هو ما حبش ياخذني في الاستاد. مشيت الموسم هذاك معناها لعبت مع الترجي دو باساج كبر. بعد رجعت 93 94 ايوه. ومن بعد رجعت كملت المشواري خاطر يلزمني برشا تغشوا عليا من الاستاد وجمهور واحد. رجعت للملعب التونسي وعلقت البقلاوه تقعد البقلاوه ابن البقلاوه تاريخ البقلاوه مجسد في عبد الحميد. نكملوا بالتحايا من صديقنا محمد ايضا منزل بورقيبه نحيوه تحيه من صفاقس لصديقنا ابراهيم رقيق يقول موفق باذن الله ابراهيم. الهرقال من احسن ما خلقت الكره في تونس يستاهل كل الخير دون ان انسى هدف في التاريخ الانجليزي. ماهر بن صفاقس يقول سجل هدف اكثر من رائع في انجلترا وسجل بونتو ضد نادي صفاقسي. تذكر البونتو هذا ابو حميد؟ والله الله يرحمه مع الياس بن صالح وقتها من غير صبات هذيك نتذكرها معناها مدمين. نعم مدمين. تحيه لصديق بدر. بدر يقول ان شاء الله ليلتكم زينه. من جربه مساء الخير خونا توفيق قوشه منور السهره عليك رد كذلك حبيبي مساء النور يا علولو. رضوان من تونس يوجه لك تحيه اخوي عبد الحميد ويقول لاعب مستقيم جدا مسؤول نظيف فنان فوق الميدان. منطقه من اهاليها متيمين بحب البقلاوه نابل من منزل بورقيبه وقليبيا ايضا. وين يتواجد خونا الرياضي سليم الشايب؟ بالنسبه للجرجيس يسلم عليك اخونا سياح بو نور الدين وعلى وكل العائله ليك مساء الخير اخويا سياح والى مستمعينا في جرجيس. بالنسبه لمن صفاقس نوجه تحيه مسائيه من جزيره الاحلام الى صديقنا العزيز الاعلامي بلقاسم الخماري نوجه لك تحيه كذلك مع العائله. صديقنا الرياضي الكبير طاهر علجان ايضا يقول ضربه معلم هذه واخيرا الهرقال لقى شكون يحاصره. يقول يرد بالك يا سي ابراهيم راهو يراوغك مش عارف بو حميد انا وياك رانا صحاب توا.
لا 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 عطيتي عطيتني التاريخ اخويا من الصحاب غادي من الصحاب عطيتني التاريخ وعطيتني الاهداف هذوما الكل يا اخويا ورجعت معناها 43 43 سنه ثاني يا اخويا ان شاء الله على خير ان شاء الله على خير. في توزر كذلك توصل تحيه توصلك تحيه من استاذنا اخونا الاعلامي في راديو الجريده سعيد بن ابراهيم يقول ونعم الاختيار سي عبد الحميد لاعب متميز انسان واخلاق عاليه. من مرسيدي يا اخونا العزيز هادي تيشا يوجه لك تحيه ويقول لاعب من الزمن الجميل فنيات عاليه واخلاق رفيعه من عشاق البقلاوه ودمهم احمر واخضر. تحياتنا لسالم مرحومه وسهره منوره بوجوهك خويا الغالي. كذلك الى الشافعي الملعب التونسي هكا رضا القروي تحيه لي حلوه تجيك من عاصمه السكر باجه مع صديقنا نور الدين سيجان وتحيه لكل الباجيه خويا نور الدين والكل يسمعوا فينا الان. كذلك لصديقنا الوفي الاولمبي الباجي اكرم المديني ومن انجلترا نوجه تحيه كذلك صديقنا حافظ يعقوب يقول بالتوفيق وشكرا لك خويا حافظ على هذه التحية. ما نستوعبش كذلك صديقنا طيب جلاسي نجم الزميل من كرة قدم في سبعينات في الترجي الرياضي التونسي. نكملوا بالفقرة بوعيش مع الخمسة على خمسة فقرة سؤال وأغنية باش نسمعوا بعض المقاطع وباش نسمعوا أيضا مع بعض الأسئلة لأخونا عبد الحميد. السؤال الأول رسالة باش يوجهها أخونا عبد الحميد لشكون باش يوجهها وشنو مضمونها بعد هذا الفاصل نسمع الإجابة. أي أبو حميد أخي لشكون توجه هنا الرسالة؟ أخي نوجه الرسالة ساعة الله يرحمها أمي وبابا الله يرحمهم الله يرحمهم تعيش وترحم بالفضل ربي يثمني مهمة اللي معناها في حياتي الكل بخصوصك أمي وبابا اللي مسيرتي الكروية والتربوية الفضل ربي يثمني مهمة. ثاني حاجة نذكر زوجتي وابني وعائلتي مجهولة تحية برشا برشا أخي أبو حميد المجهولة تحية كبيرة برشا هي والعائلة كل زوجتي اللي يعطيها الصحة معناها توا معناها عشرة متاع 32 سنة اللي ضحت معايا وبنت الأصل ولدي كيف كيف اللي ربي يوفقه وربي ينجحه معناها ناجح والفضل كله ربي والاستقامة تاعه هذا ينجم نقول عائلتي معناها اخواتي ربي يفضلهم والشعب التونسي كل جمهور البقلاوة اللي نعرف عندي محبة كبيرة في قلوبهم وبارك الله فيهم والاخوان اللي معناها دخلوا الكل معناها واللي قالوا معناها كلام طيب يرحم والديهم واحترامهم هذا ايش عندي ما نقول لك خويا الله يخليك. نمشيو السؤال الثاني شخص يرتاح له اخونا ابو حميد في جلسه وديه على قهوه هكا تتروبوزي نسمع الاجابه المحظوظ باش يشرب قهوه ابو حميد بعد هذا الفاصل. هو اخويا ابو حميد ابو عيش يقول لي انا يا ولدي اصبر ساعه خلينا نشوف بالك شي عنده صديق اخر سمينا التقلي ابو عيش اخويا اخويا عرضوا على العين اذا عندي برشا اصدقاء بخصوصك عندنا نحن قعدنا توا الملعبيه قدم تعرف الملعبيه ثم ناس تقعد تحبهم برشا خاطر عديت معهم مسيره وكانوا معناها كابابليه عندي برشا معناها نشوف توا معناها صابر غول فريد بالحولة ديما نتقابلوا كي حسين نتقابلوا نعملوا قهوه مع بعضنا هذا من نذكروا الذكريات من احسن احبابي ان شاء الله. ان شاء الله توصل لهم تحيه واحنا نحييهم كذلك من خلالك انت وكل من حمل الاحمر والاخضر زي البقلاوه. السؤال الثالث شخصيه يتمنى مقابلتها اخونا ابو حميد نجم سهرتنا الليله باش نسمعوها بعد الفاصل. ولا مره كنا سوا ولا مره طيب وحميد والله انا ماذا بي ان شاء الله ربي يوفق لي نتوفق نقابل الشيخ محمد راتب النابلسي ان شاء الله. ان شاء الله الامنيه تتحقق خويا العزيز. وزاره يختارها اخونا ابو حميد واهم قرار يتخذه سيدنا الوزير الجديد بعد الفاصل. انا حلمي بس كلمه ان يظل عندي وطن لا حروب ولا خ...
خراب لا مصايب. أي خوي أبو حميد هذا فنان كبير ياسر أنا نحبه وفهمتني وبيدو عندي عندي علاقة معه طيبة إن شاء الله كان يسمع فيه ذكرى الجهور التحية بما يخص الوزارة الحقيقة أنا رفريت ماذا بيزيني ما عشان نحب حتى لكن كان لكن كان جيت معناها نختار أنا وزارة نختار الشباب والطفولة ونحط أحسن ونحط أحسن ملاعبية اللي عنده مستوى ثقافي ورياضي باهي مش نقوموا بالرياضة ومش الناس تشيخ بالكرة ما عادش ثم حسابات ناس تشيخ بالكرة عام 78 شيخنا تفرجنا بالكرة مش نجبد حتى مسؤول توا لكن كل واحد يلزم ياخذ دومين نتاعو دومين نتاعو. نمشيو للسؤال الأخير. لاعب ينتظر مستقبل كبير حسب رأيك نجم السهرة ليلى عبد الحميد الهرقال بعد الفاصل. تمنيتك وسمت هيك الخير تمنيتك وصبرت يا ما صبرت وترديتك وبعد المرحومة نعم توفرت أخيرا إن شاء الله ربي يرحمها أخونا أبو حميد اللاعب ينتظر المستقبل. الحقيقة توا أنا عندي الحقيقة 10 سنين ما عادش نتفرج في الكورة في تونس. أما عندي جوار اللي هو تكهنت له واللي هو محسوب ولدي وجاري وبو خويا اللي هو يوسف المساكن اللي تكهنت له أنا من اللي هو صغير مش هطلع جوار كبير ياسر ويعطيه الصحة. يعطيه الصحة إن شاء الله حنتمنى له. نمشي والفقرة الثانية أبو عيش أنت معلم نسمع الجنيك نتاعها. هي معلم أكيد نجم سهرتنا المعلم هو عبد الحميد الهرقال. عندنا مجموعة من الأسئلة أخوي عبد الحميد باش ناخذوها الإجابة نتاعها إن شاء الله تكون مقتضبة شوية باش نربحوا شوية الوقت مازالون ربع ساعة عبد الحميد ولا نزيد وبعد الوقت ما يسالش. لا لا يا أخوي على راحتك أنت يا أخوي أنت جيتني معلم خافيني أنا. الله يخليك عايشك. تذكر المعلمين اللي قراوك أول عام في الابتدائي هكا؟ شوف الحقيقة ما نذكرش أساميهم أما نتفكر توا واحد اسمه سي القادري نتفكر المدير خاطر كنا نخافوا منه هذو بني نذكرهم في الأذيما في الابتدائي رواح أكيد أي في الابتدائي في السكوندير في خزادار نفكر سي خبساني نفكر شوية ما نسيت الحقيقة نفكر صالح قريشي من الله يرحمه إن شاء الله. في خزندار فهمتني إن شاء الله ربي يحن الأحياء خلي إن شاء الله ربي يطول في عمرهم واللي توفاهم إن شاء الله ربي يرحمهم. نمشي وباش نعطيك مجموعة من أسماء اللاعبين باش تسند لهم أعداد من واحد إلى خمسة نشوفوا اللاعب الأول كمل من واحد إلى خمسة ولا من واحد إلى عشرة؟ لا من واحد إلى عشرة أنا توريت قلت لك راك أنت معلم يا أبو حميد. الله يخليك من واحد إلى عشرة قديش نعطيه كمال الخميري؟ خمسة على عشرة. خمسة على عشرة طبر معدل نتاعه. محسن الجندوبي ثمانية على عشرة. ثمانية على عشرة يا محسن. عماد المهذبي. عماد المهذبي ولا توفيق المهذبي؟ توفيق المهذبي شبيني أنا توفيق المهذبي اللي لعب معنا سريت لسامي صحي. طيبة توفيق المهذبي سبعة على عشرة. سبعة على عشرة. حمادي الباهي. حمادي الباهي كيف كيف سبعة على عشرة. سبعة على عشرة. منذر بن جبلة. منذر بن جبلة ثمانية على عشرة. ثمانية على عشرة. جو جمال إمام. جو كيف كيف ثمانية على عشرة. ثمانية على عشرة. عبد القادر الركباوي. الركباوي كيف كيف ثمانية على عشرة. رشاد التونسي. رشاد التونسي سبعة على عشرة. سبعة على عشرة. هذايا تقريبا خمسة على عشرة كمال الخميري، ثمانية على عشرة محسن جندوبي، سبعة على عشرة توفيق المهذبي، حمادي الباهي، ثمانية على عشرة منذر جبلة، ثمانية على عشرة جمال الإمام، عبد القادر الركباوي، ورشاد التونسي سبعة على عشرة. هذوما الأعداد اللي يسندها خونا عبد الحميد. نمشيو للسؤال الثاني. مش عارف مغروم بالفن عبد الحميد ولا أنت؟ للآر معناتها الفن الرسم التنسيق حاجة. الحقيقة شوية علاش قلت قبيلي كان اللي غنى لطفي بوشناق. لطفي بوشناق لطفي بوشناق لطفي نحب نسمع أغانيه بخصوصك الأغنية الأخرانية اللي
خذوا الكراسي اللي تعجبني ياسر. انا عندي بلاد شاي معبر صحيح يتعبر على الشعب التونسي كل باش نكتشفوا الليل خاصيات بو حميد في الالوان وفي الرسم البانتور ولا على السوا ولا الاكواريل باش يلون لنا فترات من مرت بها الملعب التونسي مع الرؤساء البقلاوه الالوان عشان تعطيك اللون الاسود يميز الفتره صعيبه، اللون الابيض خاليه من الصعوبات، اللون الوردي فتره زاهيه لافيون روز كما يقولوا، والفتره الرماديه اللون الرمادي نوع من فيه الصعوبات. ناخذ خالد سانشو شد من 90-91 هذا. والله خالد سانشو معناها مش يقول لك تحب اللون، بالنسبه لي انا خالد سانشو عدى سيزون موين. باه ناخذ جلال بن عيسى. لا ما انا ما معناها ما تعاملتش معاه وعمري ما معناها ما خدمتش معاه وما ما خلطتش على بعضنا في الكوره. منصف الشريف 96-98 كيف منصف الشريف دخلت شويه مسؤول معاه. منصف الشريف كلاعب ويظهر لي الفتره زاد الملعب التونسي ما كانتش باهيه. غازي بن تونس 15-16 غازي بن تونس كيف معناها دخل وما قعدش برشا وصارت مشاكل ما نجمش نقيمه. شادلي القروي 91-93 انا بالنسبه لي انا من اخيب رئيس ريتو في ملعب تونس. تنجم تعطي رايك وتنجم تحلل حتى بعجاله فقط. محمد عشاب 87-90 محمد عشاب بالنسبة لي أنا يجي ثاني ولا ثالث. محمد عشاب يعرف يسير لكن وقت اللي جات البروفيسيوناليزم محمد عشاب بعد خطر شيء معناها ثاقل عليه. الهادي النيفر 72-87 هادي النيفر بالنسبة لي أنا من أحسن رئيس الملعب التونسي والفضل الكبير اللي عنده على لاعبين الملعب التونسي على مسؤولين على اولاد باردو. هادي النيفر بالنسبه لي انا اب، بالنسبه لي اخ، كل شيء. ما نجمش شوف لا يقارن هادي النيفر الله يرحمه. الله يرحمه. انور الحداد نكمل بانور الحداد. انور الحداد كيف انا ما خلطتش معناها ما خلطتش عليه انور الحداد. نمشيو للسؤال الثالث باش ترتب لنا المدربين حسب درجه نجاحهم على البقلاوه. ناخذوا عزين بزاح بنت نجم تحطوا عندنا تقريبا 1-2-3-4-5-6-7-8 عندك 8 مدرب اسماء. ايوه انا كنت تحب نعطيك بالكلاسمون خاطر هذه قيدتها خاطر ما نجمش هذه صحيح هذه اللي نحطه في المرتبه الاولى هو ناجي من اكبر مدرب انا تانيت عنده وخشين ياسر. من بعد ثم الحقيقه بيتشنزيك اللي هو من احسن المدربين زاد كيف عندك عامر حيزم هذوما ثلاثة معناها من أحسن المدربين. من بعد الحقيقة أنا ما تغنيتش عند حبيب المغيربي نعرفه معناها هو شفناه معناها في تدخلات واحد من المدربين اللي يفهموا الكورة يعرفوا الكورة. ثم عزيز بزاح الله يرحمه خسارة الله يرحمه ينعمه عزيز بزاح عد الأغلبية نتاعو في الصغار ما جاتش الفرصة للكبار. عندك نيكو ديموف هو كان مدرب بلغاري باهي لكن ما صفش الحظ. هذوما اللي نجم نقول لك بالنسبة لي أنا الشابو الفوقاني هو أندري ناجي. ناخذوا الفقرة الأخيرة عن مقابلة افتراضية. أبو حميد باش تكون أنت كابتن الفريق باش تختار لنا التشكيلة التاريخية للملعب التونسي مع المدرب التاريخي اللي تختاره أنت للملعب التونسي. نبداو بحارس المرمى، شكون تختار قائد احسن حارس حسب رايك انت الملعب التونسي؟ منظر بن جبل. ايه هذا بن جبل. على اليمين فتحي الجامي. على اليسار الحمروني. رقم 4 و5 عندك محسن جندوبي صابر الاول. 6 حمادي الباهي والا جلال العواتي. ايه وين جلال وين رجعنا بالحق هاي الاسماء اللي نسيتو جلال. رقم 7 ابو حميد هذاك ما نجموش نتخلصوا عليه. رقم 8 عندك حميد الشريف.
ايه بزال حي خميس تقابلوا بعيد شويه عندي لا برشا بعيد خميس، خميس صح بعيد على الخسارة. فوالا رقم 9 ركباوي رقم 10 عندك فريد بالحولة ايه والأخير رقم 11 جوني مان الإمام المدرب اللي تختار وتاريخي للبقلاوة شكون ينجم؟ أندري ناجي والعامر حزم نجي وعمر حزم ما شاء الله هذه التشكيلة يختارها فور أبو حميد تحب تلعبوا ضد شكون ضد المنتخب الوطني ترى هات شوف لنا المنتخب الوطني ضد المنتخب الوطني ضد المنتخب الوطني في حراسة المرمى بون يلزمني نحي بن جبل عاد في حراسة المرمى نحط نجم نحط عتوقة على كيف هذا عتوقة صدق عتوقة صدق عتوقة ايوه رقم اثنين عتوقة مختار ذوي ذوي البخ ايه الثلاثة المالقي والا محمد علي موسى موسى نتاع الكلوب والمالقي حسرة المالقي في الاتوال ايه حسرة الرقم 4 محسن جندوبي لا محسن جندوبي خذته معايا نحطه كمال الشبلي كمال ايه وعمر الجبال عمر الجبال ايه صحيح ده ستة نجيب غمير ايه سبعة تميم ايه الله يرحمه ثمانية حمادي العقربي حمادي الله يرحمه تسعة منصف الخويني ايه حسرة ايوه عشرة طارق رياض ايوه 11 نجيب الدين ليما نجيب ليما نجيب ليما هذا ما زعم ما يبيعولكش الماتش كي يبدا نجيب ويلعب جميل مع بعضهم واحد يباسي واحد يماركي ولا كيفاه؟ لا لا نحط واحد على اليمين واحد على واحد على اليسار اللي يماركي يقول لك لا يا ودي راني مع ستاد انا لا مع ليكيب ناسيونال لزوز فرحونا لزوز عطاونا احلى الايام وعبد الرزاق زاد الامام عائله رياضيه ان شاء الله نتمنى لهم كل الخير شكون مدرب المنتخب الوطني ابو حميد؟ بيتشنزيك لا 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 ايه 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 هذا البولوني خويا ابو حميد تقريبا ذكروا بالتشكيلتين تشكيله الملعب التونسي جبل الجامر حمروني جندوبي صابر الباهي ابو حميد الشريف الركباوي بالحوله الامام والمدرب اندري ناجي والتشكيله المقابل الاونز ناسيونال قاو عتوقا ذويب المركي والا موسى كمال شبلي عمر جبالي نجيب غميض تميم حماد العقربي منصف الاخويني 10 طارق ذياب ونجيب الامام والمدرب بيتشزناك هذه مباراة افتراضية ولا في الأحلام إن شاء الله كان جات الفرصة نتفرجوا فيها خويا أبو حميد مازالونا 3 دقائق على نهاية الحصة نجم الخليل كلمة الختام عبر كما تشاء خويا مشكور هذه معناها رجعتني للتاريخ ورجعتني للذكريات اللي عزيزة علي أنا مشكور للمدخلين اللي معناها شكروني برشا نقول لك بارك الله فيك وبارك الله في الأخ اللي أعطانا الأهداف والتاريخ الكل أكيد أخونا طاهر عالجير كذا أخونا منير بربيحة نوجه لهم تحية كبيرة برشا احنا أيضا سعداء وحلوة تعديت السهرة كما قلت راهي مدام عبد الحميد الهرقال ولد البقلاوة وسهرة محلوة برشا مع البقلاوة إن شاء الله ترجع الأيامات الحلوة للبقلاوة ويرجع لنا نجي عبد الحميد الهرقال جديد في الملعب التونسي اسم راهو حلو برشا تنقش في الذاكرة الرياضية شكرا لك خويا أبو حميد وتحية كبيرة نوجهها للعائلة اللي يسمعوا فينا توا بحذاك تحية أيضا للوليد أحمد نقول له النجاح في مسيرته المهنية وتحية لكل أحباء اللي يسمعوا فينا في البقلاوة وأحباء كل كرة القدم التونسية شكرا أبو عيش عايشك الله غالي شكرا لك أبو عيش شكرا لك أيمن على الاتصالات وإن شاء الله نتقابلوا في فرصة سعيدة ومع نجم جديد الليلة في السهرة القادمة إن شاء الله في حديث النجوم دمتم في أسعد الأوقات حديث النجوم